نطيت من السور دخلت من الشباك. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم جدا جدا. انت مين قالك؟ انت خويت الملاحظه. تعالي بقى نتسايق. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قلي كثير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول الماضي وايلول الحاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانة زيه برضو؟ حبيبي اشتقت لك. طيب انا اهو. ايه رأيك؟ اتفضل يا باشا. رعاية الله يا باشا. الشيخ اللي قاعد يا كوكا يا كوكا يا جوجل كوكا جوجل يا دي البهجة اللي انت فيها دي. مقابلني بباريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله مالك رفعت كتافك كده ومعوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جتش موت خالي خالي خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي انا حر. يعني الغلس عايز شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جراجو قلبك وريا. بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبحب اكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا ده انت متعلم كلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شحه في السجن وانا عايز اعرف تشقيطها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن وخدم المأمور جدعانه. الهي يحبه مطرح ما هو قاعد ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللقطه ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20% 40% كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر البرايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان إياكم والشيطان إياكم والشيطان. كل لسه بيجي في سيرتك ايه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني ايه؟ بغض النظر على اللي بيننا دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا انت مسيبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، هو ايه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب. ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه؟ مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني؟ فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية.
عنده قطعة آثار عايز يهربها بره. أنت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وإيه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. إزاي وأنا بالزرقة؟ هقف جنبك. يا باشا أنا آخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الأطول، اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة. وصفحة سوابقك دي هتبقى بيضة زي الفل. والثلاث سنين اللي أنت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانية إلا ثانية. طول ما أنت يا باشا في الخدمة، العبد الله في الخدمة. بس الزرقة. بس جات لي معلومات إن فتحي السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسة استئناف. أصيل. هنسيبك تهرب. أقصر. أنا متعاون. بتفتكر يا باشا لما أسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك إيه؟ لما أقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط أصلك جديد. إحنا هنهرج ولا إيه؟ ههرج. أنت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش أخرج من السجن. أنا لازمني أهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، يا حرام. ماشي. أنت مين يا أنت؟ أنا خيط مقطوع من كتر الشد. أهزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي، خد عفر السيجارة دي. ما بدخلش. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى؟ عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرة النفس وحشة. اللي قدامك ده ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجة اكسلانس. اكسلانس لانس لانس لانس. عداني ابن الجذبة صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانة. الامانة خان الامانة وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال، بس المامور الجديد بقى منه ايه؟ خلو سمير. خلو؟ خلو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمي، في الستريت، الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنه. شوف يا صبر، أنا هعمل معاك أحلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعرقك ب30%. يا عمو كلامك غريب، غريب قوي، أنا مش فاهم حاجة من الكلام ده، يعني إيه مصلحة وهعرقك؟ مصلحة، يعني بيزنس. أوكي، وهعرقك؟ يعني هقبلك. يا. يا. لا عمو سوري، ما أقصدش يا، يعني موافق بس بالأمريكان. شوف يا صبر باختصار، احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا؟ يا اوكي، بس انا عارف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، هي فعلا مضره بالصحه، بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. هتلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحل في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غاليه. ما بقتش فاهمه دماغي انا من ساعه ما حلقولي هنا، حتى انا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت رجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. ايه؟ السروج عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل، قول له صبر عارف انك انت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على بطنه، وكمان بلغه ان الحكم عين عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى، ده مش موضوع. بتلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيك. ايدي يا بنت، انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صاب؟ ما تحترم وجودك انا. ايه يا عم انت، دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟
ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور يا خالو. خالو مين يا؟ لا مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. طب ما انت فكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي، لا المطافي ياح. ما تبصليش كده بقى يا خالو. انت بشاير وخالي اللي مشتري يتفرج يا خالو؟ خالو. انت عايز ايه يا؟ بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس. انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك. فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنفسها يا حبيبي. بجد يا لولا معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدقني كده. الزنزانه دي هتولع. ليه اعلم الخاص وداني؟ اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صابر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ انت رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو خالو. البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه خالو؟ قال لي كده بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. تقيلي بقى عشان رايح استئناف. يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب.